تركوا أهالي زاخو دلال لوحدها، بل زادوا من دلالها وألقها عندما تم إنجاز كورنيش الدلال بالقرب من هذا الجسر التاريخي الأثري الذي تكثر فيه الروايات والقصص حوله. فاليوم وبعد الانتهاء من هذا المشروع أصبح هذا المكان محط أنظار الجميع وجاذبا كبيرا للسواح من كل حدب وصوب من أنحاء البلاد وخارجها. ابقوا معنا لنعرف أو لنتعرف على تفاصيل هذا المشروع. خمياني لي بخيومة كلي رزاري قيومة خمياني لي بخيومة كلي رزاري قيومة مطالبة اهتمام بالسياحة بات واضحا في برنامج عمل حكومة أقليم كردستان، حيث بين الفترة والأخرى نشهد افتتاح مرفقا سياحيا في الأقليم. ويأتي هذا الاهتمام في هذا القطاع لوجود كل مقومات النجاح من الطبيعة والمناخ والمناظر الخلابة. وأصبحت مدينة زاخو إحدى المناطق المهمة التي تستقطب السياح، لذا كان من الضروري إنجاز هذا الكورنيش الذي يعد من الأماكن السياحية الكبيرة، حيث تم مزج أصالة البناء والإرث الحضاري للجسر مع جمالية الهندسة العمرانية من التصاميم والديكورات الحديثة. بس ما حسينا بالتعب لأن شفنا مناظر كلش رائعة وحلوة وجميلة هنا بمدينة زاخو. بدينا من جسر الدلال، مثل ما تعرفون بأن زاخو معروفة بهذا الجسر اللي أقدم شيء موجود بهاي المنطقة. أكيد مشينا وصلنا هنا الكورنيش، كورنيش زاخو. مثل ما تشوفون هذا المشروع الجديد، الجو حلو،
صوت المي يعني يخبل الناس خاصة بالليل، يعني تصير تجمعات كلش حلوة هنا بهاي المنطقة. أوكي ابقوا ويانا حتى نتمشى ونشوف بعد أكثر وأحلى من هاي المناظر الموجودة بهاي المنطقة. تعرض هذه اللقطات الجميلة في التلفاز أو في مواقع التواصل الاجتماعي، يتراءى للبعض إنها إحدى المدن السياحية في أوروبا مثلا، لكن الحقيقة إنها مدينة زاخو التي تعني بالسريانية زاخوثة أي الانتصار، وها نحن نراها تنتصر بالأمن والاستقرار والعمران وتنجح في استقطاب الآلاف من السياح لتصبح واجهة سياحية معروفة على مستوى الإقليم والعراق بشكل عام.